الجزائر تعلن الحداد 3 أيام بعد وفاة رئيس الأركان أحمد جايد صالح. وزير الخارجية السوري يؤكد أن بلاده تتعرض لعدوان يستهدف سيادتها ووحدة أراضيها. النيابة العامة السعودية تعلن الحكم بإعدام 5 متهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي. الثانية ظهرا 12 بتوقيت غرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بوفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد جايد صالح بنوبة قلبية عن عمر يناهز 80 عاما. من جانبه قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر فقدت أحد رجالها الأبطال، مشيرا إلى أنه أوفى بالعهد وصان الأمانة في أصعب الفترات التي مرت بها البلاد. يأتي هذا فيما عين الرئيس الجزائري اللواء سعيد شرنجيحة قائدا للأركان بالنيابة، كما أعلن الحداد العام لمدة 3 أيام في البلاد و7 أيام للمؤسسة العسكرية. قطع محتجون في العراق جميع الجسور في مدينة الناصرية واقتحموا حقل غرب القرن النفطي ومنعوا الموظفين من الدخول إليه. يأتي هذا فيما أعلنت صحة الاعتصام في العراق عن الدخول في إضراب عن الطعام لعدم تلبية مطالب المحتجين، وهدد المحتجون بعدم إنهاء الإضراب حتى تشريع قانون الانتخابات والذين يريدونه وتحقيق بقية مطالبهم وتكليف رئيس حكومة انتقالية وفق المواصفات التي وضعوها. قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن سوريا تتعرض لعدوان يستهدف سيادتها ووحدة أراضيها وتتعرض إلى سرقة ثرواتها النفطية. هذا كما أكد المعلم خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو أن سوريا تتعرض لعدوان تركي مستمر في شمال البلاد، مشيرا إلى أنها تتآمر على دمشق لكي تتراجع عن مكافحة الإرهاب. من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على ضرورة الحل السياسي الأزمة السورية، مشددا على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي المساعدة في عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم. أعلنت النيابة العامة السعودية صدور أحكام بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي، كما صدر حكم بالسجن لمدة 24 عاما على 3 آخرين. وأوضحت النيابة أن التحقيقات قد أظهرت أنه لا يوجد أي نية مسبقة لقتل خاشقجي، مشيرة إلى أن كل من ثبت إدانته بقضية خاشقجي تمت محاكمتهم. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الهدف الاستراتيجي الأول في برنامج عمل الحكومة المصرية قد تمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية. جاء ذلك خلال كلمة لشكري في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية والمنعقد تحت شعار أمن الشرق الأوسط الفرص والتحديات، حيث أشار شكري إلى أن مصر باعتبارها قوة إقليمية تعمل لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة. نهاية الموجز، مزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري actionnews.tv. إلى اللقاء.